ديال الحب فهو واحد السبيكتاكل اللي جديد وشي حاجه اللي ان شاء الله غادي تكون جديده حتى في لا ميكانيك اللي كاينه لداخل التكنيك ديالو شحال حاجه بدلناها. غادي تكون فيه واحد 80% ديال الضحك و 20% خلط موسيقى وشي حاجه اخرى جديده اللي غادي يشوفوها الناس حتى وحدهم بانهم غيشوفوا شي حاجه جديده ان شاء الله. صافي 3 سنين حنا خدامين عليه بليكيب الطاقم كامل باش نجدو التكنيك ديالو كامل والمسائل ديالو اللي خاصه. كيفاش جاتك الفكره ديال الحب وكتلعبوا كتبقي زعما بالزواج؟ فاش تنقولوا الحب ما تنهضرش على الحب الرومانسي، تنهضر على الحب عامه، الحب اون جينيرال، الحب اللي يقدر اي حاجه فيها الحب الا تنهضر عليها في السبيكتاكل. منه بزاف ديال حب النفس، حب المال، حب كذا، فتنجمع هادشي كامل في هاد السبيكتاكل تنهضر على الحب عامه. كيف نعرف تاع المقالي والو تيجي كيف ما تحط كيف شنو الوجه ديال هذا؟ هو بصراحه باش نكون معك صريح والله ما تنعرف دابا تنكون مشغول بزاف باش نفكر واش تباع لي تيكي ولا ما تباعش، لدرجه انني تنعيط انا نسول غير مثلا فين وصلتو في الخدمه فين كذا تيقول لي تنقول لي انا عندي واحد الناس خصني نشري لهم لي بي باش يدخلوا كذا ما كاينينش. وهذا هو المشكل. والحمد لله الحمد لله نشكر انه التذاكر تتمشي دغيا، فهذا تيبين انه الناس تيبغيوك وتيحبوك وتيبغيو يجيبوا احبابهم يتفرجوا فيك، فالحمد لله انا فرحان جدا لانه اللي بي تيسالوا دغيا. ومش نكتب لها التلفازه بالنسبه للتلفازه ف كنا مشغولين بالحب ما قدرناش يعني السبيكتاكل خد لك وقت ديال 3 سنوات باش وجدتو انه اشك فوت تنحط لي الافكار ديالو تنتخيل تنحيد انه انا تنمل دغيا تنحط شي فكره تنحيدها. هذا هو المشكل اللي خلاني انه تنستغرق وقت طويل باش نصاوب سبيكتاكل. شكرا لكم بزاف وتبارك الله عليكم، رمضان مبارك، سعيد بالصحه والسلامه. شكرا لكم وشكرا للمتابعين ديالكم اللي يدعمونا كاملين.